السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. كما كتشوفوا الحلقة ديال هذا النهار كونجة عادية، ما كتدير شي درهم ولا. ملي كتكملوا ملي كتشريو الصابونية بحال هذا الشكل، الماركة مزيانة، اولا هاد الكرتونة الا دار عليها الماء كتذوب، ما كتبقاش صافي، كتضطروا انكم تخدموا بحال هاد البلاستيكة. هاد البلاستيكة عندي انايا مزيانه لان عندها التقابي من هنايا. كاين واحد النوع اخر هنا مسدود، ملي كدير فيه الصابونيه هكا، الصابونيه كديرها كيبقى شاد لك الماء هنايا، والصابونيه كتذوب دغيا، كتلاحظوا انها كتذوب دغيا. بالاضافه هاد البلاستيك ما كيخليش شي ريحه مزيانه، لان كتسدو ما كيخليش شي ريحه مزيانه. هاد الطريقه اللي غادي ديرو كتبقى البونجه شاده الريحه، ولا حطيتيها واخا تكون تبقى فازقه ماشي مشكل، لان الصابونيه كتولي تركب هنا بهذه الطريقه. هكا الطريقه هي كالاتي: جيبوا بونجه عاديه هكا، مقص، وباش الصابونيه هنايا تجيكم مقاده في التراساج ديالها غتحطوا الصابونيه هكا بشي قلم ولا ستيلو، ولا حطوا صبعكم هكا وتراسيو هكا هكا، تكي واحد شويه مثلا هكا، باش كتحصلوا على هاد المنظر هكا. من بعد المقص هو هذا، حلوه هكا بطريقه وخوخو هكا، بحيث انكم ماشي غادي تقبو حتى يوصل هنا للحد، لا تقبو غير حتى النص، عبرو بالميز هكا. كتبقى تخشي المقص هكا وكتخشي غير النص. من بعد كتبقى طير هذا الجزء هكا، كتبقى تخرط بحال اللي كتخرط، وكتبقى جبد هذا الشيء، جبدو هكا هكا هكا. من بعد شد المقص عادي، اولا هاد الدوره اللي درت هنايا، هاد الدوره هادي تقدر حتى هي تراسيوها بهذه الطريقه. تجيبوا هاد مثلا شي كاس، ولا هاد انا خديت هاد الباكيه ديال الفازلين، كديروا هكا وتا هو عاوتاني كتراسيوها هكا. شوفوا التراساج اللي عطاتو هنايا، هنا كتمشيو عليه بالمقص هكا، كتحيدوه هكا 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 هكا، كتحيدوا هاد القناة هادو باش كتحصلوا على هاد الشكل هذا. وتيقوني ان هاد الطريقه هادي ملي غادي ديروها انت، ملي كتخلي هنايا تقريبا كتسكي عليها واحد شويه عاد كتدخلها. انا جربتها، الا بقات هادي شاده الماء وخشيتو هاد الصابونيه هنا وحطيتوها في الدوش ديالكم، ولا في الطواليط، ولا حدا لافابو، ولا كتطلق واحد الريحه ديال هاد الصابونيه اكثر الا حطيتيها غير بوحدها هكا. لا، ملي كديرها هنايا كتطلق واحد الريحه زينه بزاف. السلام عليكم، انتظرونا في فيديو اخر ان شاء الله، تكيو على الجرس وساندونا كي يصلكم الجديد إن شاء الله.